السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مباريات لمواجهات في الدوري الأسباني والفرنسي والإيطالي والإنجليزي والألماني ودوري الخليج العربي والدوري السعودي والمغربي والتركي، ومعنا 35 مباراة. نتمنى أنكم تدعمونا بلايك عشان مجهودنا يوصل لغيرك، ولو عجبتك القناة مشكورا اشترك معنا عشان يوصلك الجديد مننا. لو متابع لينا من على فيسبوك لينك القناة هيكون معك في أول تعليق، وشكرا على دعمك ويلا بينا. البداية من الدوري الألماني، بايرن ميونخ وبوخوم 3:30 عصرا، ماينز وفريبورغ 3:30 عصرا، أوكسبورغ وبروسيا مونشنغلاديباخ 3:30 عصرا، أرمينيا بليفيليت وهوفنهيم 3:30 عصرا، كولين ولايبزيغ 6:30 عصرا. من الدوري الإنجليزي، ليفربول وكريستال بالاس 4:00 عصرا، ولفرهامبتون وبرينت فورد 3:30 عصرا، بيرنلي وأرسنال 4:00 عصرا، مان سيتي وساوثهامبتون 4:00 عصرا، نورويتش سيتي وواتفورد 4:00 عصرا، أستون فيلا وإيفرتون 6:30 عصرا. من الدوري الإنجليزي إلى الدوري الأسباني، رايو فيكانو وختافي 2:00 ظهرا، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو 4:15 عصرا، ألتشي وليفانتي 6:30 مساء، ألفيس وأسوسونا 9:00 مساء. من الدوري الإيطالي، جينوا وفورنتينا 3:00 عصرا، إنتر ميلان وبولونيا 6:00 مساء، ثلير نيتانيا وأتلانتا 8:15 مساء. من الدوري الفرنسي، لانس وليل 5:00 مساء، سانت إتيان وبوردو 9:00 مساء. من الدوري التركي، سيفاسسبور وغازي عنتاب 12:30 ظهرا، قاسم باشا وترابزونسبور 13:00 عصرا، أنطاليا سبور وباشكتاش 6:00 مساء، أدنى دمير سبور وريبيزا سبور 6:00 مساء. من الدوري التركي إلى الدوري السعودي، الهلال والاتفاق 5:30 مساء، الحزم وأباها 6:45 مساء، النصر والاتحاد 7:30 مساء. في دوري الخليج العربي، الوصل والوحدة 5:45 مساء، شباب الأهلي والشارقة 7:00 مساء. في الدوري المغربي للدرجة الأولى، الدفاع الحسني الجديد وحسنية أجدير 6:00 مساء، اتحاد طنجة وشباب المحمدية 8:15 مساء، النادي السلمي والمغرب الفاسي 10:30 مساء. من الدوري المغربي للدرجة الثانية، الرجاء بني ملال وشباب خنيفرة 6:00 مساء، الاتحاد الإسلامي وأولمبيك الدشيرة 6:00 مساء، اتحاد الخميسات والرسينج البيضاوي 6:00 مساء.